ما هو الحيوان الذي لسانه أطول من جسمه؟ الحرباء. من هو النبي الذي سماه الله بنفسه؟ يحيى عليه السلام. ما هي المهنة التي تسمى مهنة البحث عن المتاعب؟ الصحافة. كم عدد قرون حيوان وحيد القرن الإفريقي؟ 2. كم يبقى الإنسان من سنوات عمره في النوم وسطيا؟ 30%. كم تبلغ كمية الدم في جسم الإنسان البالغ؟ اكتب الجواب في التعليقات وشكرا.